البحر والصحراء منذ آلاف السنين تعرف من هو صاحب الأرض، من هو صانع التاريخ، من الذي سحق الغزاة الذين أتوا من نفس هذا الطريق. إنه الإنسان المصري، مبدع أقدم حضارة عرفها بنو البشر. بعد الخامس من يونيو سنة 1967 أقامت إسرائيل على الضفة الشرقية لقناة السويس خط بارليف الرهيب، وذلك بامتداد 180 كيلومترا من جنوب بور فؤاد وحتى السويس جنوبا. أنفقت إسرائيل على إنشاء هذا الخط 238 مليون دولار، أرادته خطا أقوى من كل الخطوط التي عرفت في التاريخ. كميات هائلة من الصخور والخرسانة المسلحة والقضبان الحديدية وحوائط الفولاذ ذرعت حولها الأسلاك الشائكة والألغام، وفي داخل مواقع الخط أحدث الأسلحة وأشدها فتكا وتدميرا، وبين مواقع خط بارليف ومياه القناة أقام العدو ساترا ضخما من الرمال يعلو إلى 32 مترا، حائط يجعل محاولة العبور في حكم الاستحالة. وفي حملة نفسية ضارية أكد قادة إسرائيل قدرة خط بارليف المنيعة وعدم إمكانية اختراقه مهما كانت قدرة القوات المهاجمة، بل إنهم قالوا إن القوات المصرية إذا بدأت عبور القناة ستتحول إلى رماد، ومهما حشدت مصر من المدرعات والجنود فلن تستطيع إتمام عملية العبور، وستكون الخسائر المصرية رهيبة، وسيتم سحق قوات العبور المصرية قبل أن تصل إلى الضفة الشرقية. بل إنهم قالوا إن إسرائيل ستقوم بضرب قوات العبور المصرية قبل أن تصل إلى الضفة الغربية لقناة السويس وقبل أن تبدأ في عبور القناة. وعاش شعبنا تلك الفترة بالصبر والصمت يرصد كل تحركات العدو. ومن هذا المنطلق كان التحدي الذي خاضته قواتنا الباسلة، وردا على الغرور والصلف الإسرائيلي بدأ العمل العظيم في جميع وحدات قواتنا المسلحة. الإعداد الدقيق والتدريب الشاق والتخطيط المحكم من أجل إعادة بناء القوات المسلحة على أحدث الأساليب، والتمرس الواعي بمنجزات العصر في مجالات التسليح والأجهزة الإلكترونية. ارتبط الرجال بمعداتهم، تعرفوا عليها وأحبوها، نشأت ألفة فريدة بين الأفراد وأسلحتهم. فالمجابهة القادمة سيخوضها المقاتل مستخدما كل إمكانية هذا السلاح، وسيثبت للعالم كذب كل ما روجه العدو عن حقيقة هذا المقاتل. مناورات كثيرة ومشاريع متعددة تتم في ظروف تشبه أرض المعركة التي يتوق الرجال لخوضها. ولست سنوات من المعاناة والجهد استمر التدريب الشاق في أسلحة البر والبحر والجو. وفي 26 من يوليو عام 1973 أعلن القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس محمد أنور السادات أمام الشعب: أستطيع أقول بكل اطمئنان إن إرادتنا اليوم
أصبحت تستند إلى قوة حقيقية، وليس علينا إلا أن نمارس هذه الإرادة وقت أن يكون الظرف مناسبا ووقت أن نختار نحن هذا الوقت. وفي اليوم العظيم السادس من أكتوبر عام 1973 هب الرجال وأسلحتهم من الخنادق والملاجئ لكي يضربوا الضربة الأولى وليتقدموا ويعبروا أعقد مانع عرف في التاريخ. حانت ساعة الصفر. تدفقت قواتنا بكثافة ضخمة تعبر القناة مستخدمة كافة وسائل العبور، القوارب، الدبابات البرمائية، المعديات، الكباري التي أقيمت على صفحة القناة في أزمنة قياسية. ورغم محاولات العدو اليائسة التدخل بنيرانه وطيرانه، استمر السيل المنهمر من رجالنا إلى أرض سيناء تحت حماية ساتر نيراني من جميع أسلحة قواتنا. في 6 ساعات فقط يوم 6 أكتوبر صنعت قواتنا أعظم نصر عسكري في العصر الحديث. عبر الرجال في أزمنة قياسية قناة السويس واقتحموا ودمروا أخطر خط دفاعي عرف في التاريخ، خط بارليف الرهيب. كبدوا العدو خسائر مذهلة في المعدات والأفراد. تحولت الحصون إلى أشلاء مبعثرة ممزقة تحكي جرأة وإقدام جنودنا الأبطال. لقد تم تدمير مواقع العدو وحصونه المنيعة من عيون موسى جنوبا إلى شرق بورفؤاد شمالا، ودفنت مدافعهم الثقيلة في دشمها، تلك المدافع التي طالما ضربوا بها الأبرياء من سكان بور توفيق والسويس. وأمام شجاعة جنودنا وبسالتهم تهاوت أسطورة جيش إسرائيل الذي لا يقهر. استسلم جنود العدو من هول الاقتحام وقسوة المفاجأة. إن الأبطال المصريين الذين صنعوا معجزة النصر هم الذين حطموا الأسطورة وأجبروا العدو على الاستسلام بأعداد كبيرة. Thank you.
وتشهد أرض سيناء وأجواؤها ملحمة من أروع ملاحم النضال. تتدفق مدرعاتنا عبر المعابر العديدة إلى محاور سيناء، تعلن إرادة مصر الحازمة على تحرير الأرض. إن رجالنا الذين تمرسوا بالتدريب الشاق على فنون القتال بقلاع الصلب المتحركة كان لهم دور بارز في إجلاء العدو عما اغتصبه من أرض الوطن. لقد تعاملوا معه بكل الجرأة والإقدام تحت حماية جوية كاملة. إن معارك الدبابات الكبرى التي اشتركت فيها كل أسلحتنا تحكي حجم الصراع الكبير، وأظهرت التفوق العظيم لرجالنا البواسل ومدى سيطرتهم على ما بأيديهم من معدات. قواتنا البحرية بدور بطولي أمنت به لقواتنا حرية الحركة في أرض المعركة، وأحبطت محاولات العدو للنيل من شواطئنا. تنسيق رائع وإحكام دقيق أطبقت قواتنا على العدو من كل جانب، والتحمت معه واستخدمت كل أنواع الأسلحة. قواتنا مدينة القنطرة شرق بعد أن تم حصارها داخليا وخارجيا، ودار القتال مع جنود العدو في الشوارع والمباني حتى انهارت قوات العدو واستسلمت، وعاد العلم المصري مرة أخرى إلى مكانه العزيز فوق المدينة الثانية في سيناء كلها، مدينة القنطرة شرق. لقد كان المشهد مهيبا رهيبا على طول المواجهة وفي عمق سيناء. القتال حول المواقع وفي داخلها، نيران المدفعية الثقيلة والصواريخ تزمجر بشدة، ويشهد بكفاءة الرجال خسائر العدو الجسيمة. الحديد الأسود المتفحم، الدبابات المحطمة، أبراج الدبابات التي طارت في الهواء، دروع الصلب الممزقة، أجزاء الطائرات المتهاوية، الأسلحة والذخائر التي تركها العدو سليمة وفر هاربا من هول الصدام. لقد تهاوت الأسطورة وأجبرت إرادتنا قوات العدو على الانسحاب، ورفرفت أعلام النصر
مرتفعة هاماتها عزيزة صواريها. لخير شعبنا ولخير العالم. سوف نفتح قناة السويس ونحن قادرون على حمايتها. نفس قدرتنا على حماية مدن القناة التي قمنا ونقوم بتعميرها. فالأمن الآن يرتكز على مقدرة الردع، ونحن نملك من قوة الردع ما يجعل عدونا يفكر مرتين وثلاثا قبل أن يرتكب أي حماقة. من انتصارنا في 6 أكتوبر المجيد لم يلهي القوات المسلحة عن أداء واجبها البطولي المقدس في استمرار التدرب القتالي لاحتمالات كافة الظروف، لا سيما في أوقات النصر. ومهما بلغت نظرة العالم الخارجي إلى هذا النصر كصورة فذة للاستراتيجية العسكرية المتكاملة، فلن يدفعنا ذلك إلى الحد من تطلعنا الدائم إلى سيادة الأداء القتالي في أدق الظروف وأشق الأجواء. من يونيو 1975 في مدينة بورسعيد الباسلة يتوقف الزمن لحظات مجيدة، ويرهف العالم أسماعه للنبأ العظيم. يدون الزمن في سجلاته الصادقة صورة أخرى بتاريخ 5 يونيو غير التي عرفناها في عام 67، والتي ظلم فيها شعب مصر وجيشها في معركة لم نخوضها. وأصبح طبيعيا أن يكمل هذا السوريان المصري الحيوي مسيرة العبور في سبيل سعادة الأسرة الإنسانية ورخائها. إن ابن هذه الأرض الطيبة الذي شق القناة بعرقه ودموعه همزة للوصل بين القارات والحضارات، وعبرها بأرواح شهدائه الأبرار لينشر السلام والأمان على ضفافها، يعيد فتحها للملاحة من جديد كما أنشأها أول مرة، رافدا للسلام وشريانا للازدهار والتعاون بين البشر. Thank you.
أيام أن قناة السويس تعرضت للإغلاق أكثر من مرة نتيجة العدوان الإسرائيلي على بلادنا وسلامتنا، ولكن اليوم وبحمد الله تعود القناة إلى أداء دورها الحيوي الخير، مطهرة من أضرار العدوان ومخلفاته بعد العبور المجيد في 6 أكتوبر ومعارك التحرير والعزة. تعود لتواصل رسالتها العالمية في الوصل بين أطراف العالم الذي ينشد السلام والرخاء لأبنائه. السلام طريقها من مدينة بورسعيد إلى مدينة الإسماعيلية وسط مظاهر الفرحة الغامرة على الممر المائي، وتترائب الأنظار المتطلعة إلى مواقع خط بارليف وحصونه المنيعة التي اقتحمتها الإرادة المصرية، وقد ارتفعت عليها أعلام العزة والكرامة بفضل أبنائنا الذين بهروا العالم في أول فرصة للمواجهة الحقيقية بينهم وبين العدو الشرير. وتروي أطلال الخط المنهار وبقايا الحصون المدمرة كيف كانت اللطمة التي وجهها أبناؤنا البواسل إلى العدو أقسى من أن تفيق من هولها حلوله المندحرة المستسلمة. تدافع فئات الشعب تشارك في الاحتفال التاريخي بتقديم فنونها الشعبية المعبرة في عرض طبيعي أخفاه. تنوعت مظاهر الفرحة على ضفتي القناة، وخرج الأهالي من ديارهم التي عادوا إليها ليعبروا في مشاهد أبلغ من أنصيفة عن مشاعرهم الحقيقية بالنصر والقائد وعودة الآمال المشرقة في مستقبل يفيض بالخير والرخاء والأمان. واتجهت أنظار وزراء الدفاع العرب لتشهد صلابة المقاتل المصري الذي قضى على أسطورة الإرهاب الزائفة وفتح المعابر إلى أرض سيناء الحبيبة وأعاد الأعلام المصرية إلى مكانها الطبيعي على القنطرة شرق عزيزة غالية عليه.
يعود الى مدينة الاسماعيلية حيث كان في استقباله موكب بحري ضخم في بحيرة التمساح. وفي مبنى هيئة الارشاد الذي كان مقرا لاجتماعات رجال الاساطيل الاربعة التي شاركت في تطوير قناة السويس، يتقدم المواطنون بما يعبر عن مشاعرهم في هذا اليوم التاريخي الى كل من بطل العبور وولي عهد ايران والقائد العام. عاشت مدينة الإسماعيلية الباسلة يوما من أقلد أيامها وأحفلها بالزينات وأقوات النصر في الشوارع والميادين، وأقبل عشرات الآلاف من أبناء المحافظات المجاورة تعبيرا عن فرحة أبنائها بعودة الملاحة في القناة ومشاركة في استقبال الرئيس والمدعوين. في صباح اليوم التالي 6 يونيو وصل الرئيس الى مدينة السويس الصامدة التي شهدت اياما عصيبة، واستماك ابناؤها البواسل شعبا وجيشا في الدفاع عنها في صورة لم تشهد لها البسالة شبيها في تاريخ الحروب، والتفت ايادي الاخوة العربية لتعيد البناء اجمل مما كان واقوى. وتفقد الرئيس شوارع المدينة المزدانة وقد قامت على جانبيها المنازل الجديدة، وخرج اهلها يستقبلونه بين البشر والترحاب واقوات النصر والاف الاعلام التي غمرت حي الملك فيصل. وفي ميدان جدة زار رئيس السادات معرض التخطيط العمراني وانجازات التعمير، حيث اطلع سيادته على صورة الحياة التي ستصبح عليها مدن القناة في مستقبلها المشرق الزاهر. ويغادر الرئيس حي الملك فيصل في طريقه الى مقابر شهداء اكتوبر، حيث يقرأ الفاتحة ترحما على ارواح صناع المجد الذين بذلوا دماءهم وحياتهم في اشرف ساحة وانبل ميدان. ان مصر التي تقف اليوم عزيزة منتصرة شامخة الكبرياء ستقيم تمثالا في قلوب ابناء اجيالها القادمة لكل من وهب حياته في سبيل حياتها. مصر الوفية لن تنسى أبدا أبناءها الأوفياء. وتوجه الرئيس بعد ذلك الى المنصة الرئيسية التي اقامتها هيئة القناة على الطرف الجنوبي في ضوء التوقيت، حيث اعطى الاشارة إذانا لبدء عبور اول قافلة متجهة من السويس الى بورسعيد. ويمضي موكب السلام في خطواته الحميدة، حيث يرسي الرئيس حجر الاساس لنفق الصف الذي يربط غرب القناة بأرض سيناء الغالية لينقل إليها العمران والازدهار والخير. ويؤكد الرئيس على الإسراع في ذلك بقوله: أطلب منكم تكليفا بدءا من الغد إن شاء الله. هذا التكليف هو أن نحفر جميعا بأظافرنا الأنفاق تحت القناة لكي نتصل بسيناء.
السلام إلى الضفة الشرقية للقناة. يحييه أبناؤنا البواسم الرابضون الآن على خط برلين وعلى النقطة القوية في لسان بور توفيق التي استسلم أفرادها من الإسرائيليين بعد أيام قلائل من بداية حرب أكتوبر المجيدة. ويعود الناس إلى مدنهم التي عادت إليها الحياة ويزاولون نشاطهم وعاداتهم وتقاليدهم وأفراحهم التي حرموا منها زمانا لم يكن في حساب الزمان. ويعود أيضا المرشدون المصريون إلى صدر القناة التي ارتبطوا بها لإرشاد السفن التي تنقل الخير والحب والسلام بين شعوب العالم. ويعود الصيادون إلى شباكهم يلقونها إلى جوف الرزق الوفير الطيب. تعود الحياة وتشرق البسمة على شفاه الأطفال. كل شيء يعود سيرته الأولى إلى السلام بعدما تكفل بتوفيره وحمايته أبناء مصر الأباء.